فائدة ورد في الحديث أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفيد لتسعين داء أقلها الهم، رواه الحاكم. ورد في الحديث أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفيد لتسعين داء أقلها الهم، رواه الحاكم. يعني الذي يشكو الفقر، الذي يشكو الوسواس، الذي يشكو الحزن، الذي يشكو التعب، الذي يشكو ويشكو ويشكو، فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شخص كان أصابه وسواس في أيام الحرب اللبنانية، كان يأتي بيت شيخنا رحمه الله ويخرج معنا إلى المسجد، فخرج الشيخ عبد الله قال لو تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذهبنا من البيت برج أبي حيدر إلى مسجد برج أبي حيدر، فنظر إليه الشيخ قال له لما لا تقول، وجده لا يقول، يريد أن يقول كل وقت الذي عنده فراغ ما عنده شيء. قال له لما لا تقول، أنا ليس قلت لك أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ يعني يقول 1000 مرة، 2000 مرة، 3000 مرة، هكذا يفعل إن شاء الله ينقطع عنه الهم وينقطع عنه الوسواس.